السلام عليكم. ان شاء الله تمرين ديت تمرين القوة، تمرين القوة والاستحمال. شو بقى من اللي هيستحمل فيه؟ فانا اول تمرين بس كده اهو، بس كده صح، بس كده اهو، بس بص ادي واحد بس كده اهو. شوف انت ازاي وضع الضغط على طول. بص محدش يعمل كده، خلاص كده خلاص. ايه اكلنا هتنزل هتقع من غير ما تسد ايدك. اهي بص كده اهو، شوف جسمي كده، جسمي ما يسدش الارض، جسمي ما لمسش الارض. اتفقنا؟ اشتغل. اهي نزلت تاني، نزلت اهو، رحت اهو بس، رحت اهو، نزلت كده بس كده اهو. انا نزلت بعد ما نزلت انت كمان نزلت. واحد اسمع تحت 5 ثواني، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فوق كده اهو. شوف لما اطلع اطلع ازاي، اطلع اطلع ازاي. بص اهي انا شال زين. شوف شوف كده اهو، كده اهو نزل كده. ايه شوف صح، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. اهي حطها فوق. شوف 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 اكيد بس على ده، بس الناس تسمع ومفروض الحد فيها غلط. حط كده اهو، ماشي اهو، ماشي انت كده اهو صح. وانا بس ايديا اهي وثبت شويه، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أنت ممكن تحس إن في شفت عضل هنا، بس عادي استحمل عشان ده إحنا قلنا تمرين إيه؟ استحمام وقوة. اتفقنا؟ أهي ديت أول تمرين قوة واستحمام. بص أنا وصلت أهو، هي نفس الرمية بس الجنب زي الجنب يا أحمد يا خالد. بص لو بص له بعدها تاني. بص اهو، بص انا هكني هترمي على جنب، هترمي على جنب. بص اول ما ترمي رجليه، رجليه ده نص كده بقى، اول ما اوصل لنص كده مثلا رجليه دي سيف. اهي بص لبستش الارض، انت بص ده عامل ايه؟ اتفقنا؟ يا عمنا ليه سوي ده موضوع احنا عملنا كده، هنعمل بس الناحية التانية كده. اهي اتفقنا؟ اما 10 ده 10 كده 10 كده. اتفقنا؟ تعال خلاص كده كده كده. اعمل بقى تمرين ايه؟ تمرين صعب شوية. اللي هو كده اهو، كابتن راسي كده اهو، وراسي مرفوعة بس رفعت فوق، بس تحتيني كده تاني متى بيظهر. بس رفعت فوق اهي، بس رفعت فوق تحت، بفتح ايديا شوية يجي تلاتة شيف. واحد بنزل على ايدي، بس هاجي فوق واحد بنزل على ايدي كده اهو، بنزل بيمشى، بنزل بص بنزل بيمشى، واحد، بيمشى، اثنين، ثلاثة، أربعة، اتفقنا؟ بيمشى، هعمل كده 10، أنا أعمل هنا 5 وهنا 5، واحد، اثنين، ثلاثة، تاني، ده موجود، في تمرين تاني، بس صعب شوية، نحط أهو، نروح على الضغط. كده صح. بص بص بفتح رجليا شوية، بفتح رجليا شوية، فاهمني؟ بص بص ايديا لحد فين كده. ايوه وش محدش يعمل له كده، محدش يقف لي كده. شوف رجليا عاملة ازاي، وش شوف رجليا عاملة ازاي. ايه؟ صح؟ بص على الجسم
بس اعمل لي شيء كده خالص والله ما عرفت ايه 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 ده موضوع اتكلم عليه خلاص ادي ادي ايه ده كان بيه تاني بس ايه ضغط على دي ضغط على بس بس انت اللي بتعمله لازم تمسك المصطلح كده بس ايه واحد بس تكون نفس ازاي اهي عشان نوصل الموجعات تمسكه اهي واحد ايه نحت واحد ايه خلاص استنى ايه بص يا كابتن ايه رفع البيت محدش عامل لي كده خلاص اهو واحد اذن عشان انت شوف الايه متنيه ازاي اتفقنا متنيه بعد ما تقوم احسن الرفع اعمل رفع كده ماشي خلاص التمرين بقى ايه صعب شويه بس ايه اكيد انتوا رجاله هتستحملوه وصل اهو بص وصل اهو فتح يعني فتح السن فوق فتح السن فوق يعني مش كده يعني نفسه واحد اثنين واحد اثنين ماشي انزل وخد خلاص اتفقنا اوكي تمرين تالت معلش اهو بص بص ننزل على ايه؟ على الكاع الكاع بالكاف والمشط طبعا لازم يكون المشط مفروض اهي بص خد واحد ايه اهي بص عفوا اهو شوف خد ازاي واحد انزل هون نزلت كوع من الارض طبعا جسمي مش لابس الارض الا الكوع اثنين واحد اثنين خلاص اتفقنا اتفقنا رجلك كوع من الارض جسمك يكون متساوي ازاي اهو بص يعني ما حدش يشوف جسمي بس اللي لابس صح؟ بس اللي لابس اهي بس اللي لابس بص اهو واحد اعمل 10 ايه خلاص اتفقنا في تمرين رابع اخر تمرين بعد كده ان شاء الله في التمرين الجايه هشوف تمرين احسن من كده بكتير ان يشاء الله باذن تمرين ده ايه؟ بعد شويه هحط اهو ماشي اهو كابتن ماشي اهو صح؟ شوف بس ليه بس اللي واقفه كده بص ليه بس هي اللي واقفه كده صح؟ اهو رفعت جسمي رفعت المقعده رفعت المقعده على ايدي صح ولا غلط؟ رفعت المقعدة اهي بص بس شوف شوف رجلي ده بقى شوف الوش اهي اتفقنا يعني بص انا واقفة اهو ايديا اللي شايلاني بس شايلة في ده كله اهي واحد واحد ادي هي صعبة شوية بس تتعلموها انا حد دلوقتي بتعلمها ودي والله العظيم بتعلمها دلوقتي والله والله بتعلمها يعني ايه يعني ايه حاجه جديده ليا وبتعلمها بخليهم بخليكم تتعلموها ايه واحد خلاص تمام ده هي تمرين القوه والاستحمام واللي يلعبها صح هيكون اعصابه حلوه اعصابه جامده كده وقويه
في تمارين القبضة، في تمارين القبضة. بص بص اهو، ده اخر تمرين ليكم ان شاء الله، وفي الفيديو الجاي هحكيلكم تمارين القبضة، وده خليها في الفيديو الجاي، خليها في الفيديو الاول ماشي، عشان يعجبكم. بص اهو اهي القبضة، اهي القبضة، اهي انا واقف على القبضة، ما عادش اعمل لي القبضة كده، ما عادش اعمل لي القبضة كده او كده غلط او كده خلاص ماشي. بص احنا قلنا في الفيديو اللي فات، بتاعت النفاس الاولاني اللي في المنفوخ، وطبت بسيط كده اهي. بص اهي بص وضعي اهي عامله ازاي، اهي كده. شوف تانيت اهي، بصيها معموله، بصيها معموله اهي اهي، بس هي كده. والصبع ده بيروح فين؟ في نص العقله، نص العقله دي اهي، في نصها، في نصها بالظبط ماشي. تعال اهي بس كده اهو، بس كده اهو، ده ازاي ده اتعمش؟ ما عادش اعمل لي كده او كده غلط، عمشت اهي، عمشت واحد، وانزل وانزل واخبط بقوه، كفايه انزل واخبط بقوه. تاني تاني يا كابتن، بس كده اهو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خلاص. فأنا كل ما بص أقول لكم كلمة مفيدة جدا، إن شاء الله يعني إيه هتنفذوها. كل ما تتعلم وكل كل ما تعمل حركة غلط، يعني أنا عامل يعني كده أهو، كده أهو بقيت وقف، بقيت وقف كده اللي بعملها ده خلاص. يعني مثلا او بالنسبه لكم حلو، بس انا شايف نفسي مش حلو. ليه؟ لو انت شفت نفسك حلو، لو انت شفت نفسك حلو هتتغر، مش مغرور، هتتغر وتستكبر. لا احسن من ده، اوعى كون احسن من ده ماشي، بس من جواه ده احسن منه، ومن بره برضه ده احسن منه. اوعى الغرور يكسبك، اتفقنا؟ هو الغرور يكسب، لو كسبك انسى الحياه. عرفت اهو ديت ان شاء الله، خليها ليكم، خليها ليكم يعني ان شاء الله باذن الله لكم فيديوهات، اعلمكم اساسيات ومهارات الكونغ فو الجايه ان شاء الله. كات.